صفات دايما هتلاقيها في الناس الناجحه، هم اللي هيوصلوك اللي انت عايزه. شقلبت حياتي صدقني انا عن تجربه هيوصلوك لاول مليون دولار. اهلا بيك يا جماعه في فيديو جديد. عادات لو بصيت على اي انسان ناجح من وجهه نظرك هتلاقي العادات دي عنده هيوصلوك لاول مليون دولار. صفات شائعه دايما هتلاقيها في الناس الناجحه، اي انسان انت شايفه معاه فلوس وناجح وقدوه اتحداك ان الصفات دي عنده. عادات لازم تشتغل انهم يعدك من النهارده عشان هم اللي هيحطوك على الطريق، هم اللي هيوصلوك اللي انت عايزه مع الوقت. اول عاده ودي محوريه وهي انك بتعرف تادابت، بتعرف تتاقلم ايا كان الحياه تعمل فيك ايه، تديك على وشك ازاي، توقعك ازاي. انت ما بتقفش، انت بتتصرف، انت بتتاقلم، ما بتقعش. حتى لو وقعت بترجع تقوم تاني تشوف هتعمل ايه. مفيش حد على الكوكب مهما شفته ناجح حياته سهله. الفرق بين الناجح والفاشل ان الناجح لما الحياه تديله في وشه بيقول نشوف بقى هنعمل ايه، ده مش اخر الطريق، وقعنا هنا ايه اللي حصل غلط، اتعلمنا ايه، نشوف هنعمل ايه. الفاشل بيقول حظي وحش، الدنيا جايه عليا، انا عمري ما اوصل لحاجه، الدنيا مستقصداني، ويقعد يكتئب ما بيعملش حاجه، بيعطل نفسه. الناجح ما بيعطلش، ما بيقفش، مهما ياخد على وشه بيقوم، بيشوف ايه الدروس المستفاده ويتعامل، يظبط ويصحح مساره. عايز تنجح في اي حاجه في اي حته على الكوكب، الموضوع من ثلاث حاجات: هتبلان تعمل خطه، هتاكسكيوت هتنفذ، هتادريت تعدل. تشوف التنفيذ وداك فين، صح تكمل، غلط تعدل وتاكسكيوت تاني. بلان اكسكيوت ايتريت، المعادله دي هتاخدك بعيد قوي في كل حاجه في الدنيا، في الفتنس، في الصحه، في الشغل، في الفلوس، في العلاقات وهكذا. هتعمل خطه تنفذها تشوفها نجحت ولا لا، نجحت تكمل، ما نجحتش تعدلها وتنفذ تاني وهكذا. نفس طويل وتعديل كتير. حلو يا سيدي، مهاره الادابتيشن دي مهمه جدا جدا فوق ما تتصور. رحت اي حته روتينك ما بيعطلش، شغلك ما بيقفش، اللي انت بتعمله ثابت مهما المكان اتغير والظروف اتغيرت. ما تقولش ده مكان جديد مش هروح الجيم، ما تقولش دي بلد جديده مش هنزل اتعامل مع ناس حتى على لغه غريبه، مش هروح، مش هعمل، عشان دي مش البيئه بتاعتي. ما تمشيش ورا مزاجك، ما تمشيش ورا الظروف، انت روتينك ثابت مهما كل حاجه اتغيرت. وهنا هنيجي لتاني عاده، انك دايما بتتمرن جسديا وذهنيا. بتقعد لما تشوف كل فيديوهات تطوير النفس والتنميه البشريه يقعد يقولك اتمرن، تفتكر ليه؟ التمرين والحديد والكارديو ما بيودكش للفلوس دايركت، بس بيعملوا حاجه مهمه جدا انت مش عارف، انهم بيخلوك جاهز، بيخلوك شارب لما الفرصه تيجي تاخدها من غير تفكير. انت معود نفسك على الظروف الصعبه، معود نفسك تعمل المجهود، بقت تعمله لا ارادي، شارب كفايه انك تاخد الفرصه من غير ما تفكر، من غير ما تتردد. مهما الظروف كانت مش مناسبه، مهما مزاجك كان مش رايق، كل يوم حاطط ساعه ساعتين في يومك بتقرا كتب، بتتفرج على فيديوهات، بتتعلم في كورسات، عقلك جاهز وجسمك جاهز ان لما الفرصه تيجي ما تترددش. انا معاك ان التمرين والكارديو مش هما اللي هيجيبوا لك فلوس على طول، بس هيحطوك في حته لما الفلوس تيجي انت جاهز، بتاتراكت الفرص فانت جاهز تاخدها. زي ما تقول كده، النجاح ما بيجيلكش الا لما تكون مستعد له جسديا وذهنيا. معظم الناس الفاشله كل يوم في فرص قدامها بس مش عارفه اصلا ان دي فرصه، مش عارفه تاخد اي قرار عشان مش جاهزه. فده اللي التمرين بيعمله، التمرين الذهني والتمرين الجسدي. عينك هتلقط الفرص، جسمك هيشد الفلوس تحتك. علم الطاقه، الكلام ده عن تجربه والله ما خزعبلات، كل ما بطبقه كل ما بعرف نتيجته اكتر. انا حياتي اتشقلبت لما ركزت على تفاصيلي بتاعت كل يوم دي. كل يوم انا بفكرش انا هجيب فلوس ازاي، ازاي النهارده اضاعف فلوسي، لا انا بفكر اللي انا بعمله كل يوم ازاي اطوره، شغلي ازاي احسنه، تمريني ازاي اعلى بيه، اكلي ازاي احسنه، ايه النهارده هتعلم ايه زياده وهكذا. الروتين الصغير بتاع كل يوم ده هو اللي مخليني جاهز اي فرصه تجيلي اخدها اعمل فلوس اللي انا عايزها. ومع التكرار ومع الوقت فلوسي بتكبر، معلوماتي بتكتر، دايما شارب ودايما جاهز اكتر. هنيجي هنا لثالث عاده ودي مهمه جدا جدا جدا. دي بقى هتقول يا مكاوي انت مجنون، بس صدقني عن تجربه هتاخد حياتك حته تانية. في الاول هتبقى صعبه، وهي عاده انك تحط نفسك بارادتك في حته انت مش متعود عليها، حته مش مريحه، من اول الدش الساعه كل يوم الصبح لحد المكان، لحد البلد، لحد الشغل الى اخره. كل يوم درب نفسك انك تعمل حاجه رخمه، حاجه انت مش حابب تعملها بس بتعملها بارادتك، رايح لها بارادتك. ليه؟ ببساطه بتعود جسمك وبتعود عقلك انك لما تتحط في موقف صعب تعدي منه، وانت بارادتك بتحط نفسك في الموقف الصعب عشان تاخد عليه. ده ببساطه فكره الدش الساقع. بتقعد تسمع الناس كلها على اليوتيوب خد دش ساقع، خد دش ساقع هتنجح، وانت تقعد تقول ايه علاقه ده بالنجاح، دش ساقع يا جدعان، ايه العبط ده. بس فوق فوائده الجسمانيه فوائده الذهنيه جباره، بتخليك بايدك متعود تحط نفسك في مواقف صعبه عشان تتطور، عشان لما يجي لك القرار الصعب انت عارف تاخد ايه، تعمل ايه من غير تردد. فوائده الذهنيه جباره، هتاخدك حته ثانيه خالص. ولما الدش ساقع يبقى سهل، انا دوربت نفسي احط نفسي في مواقف صعبه اكتر، ارمي نفسي في حته مثلا اللغه غريبه، اتعلم اللغه، الناس بتتكلم ازاي، اقعد مع ناس اكبر مني انا بخاف اقعد معاهم، اتعلم منهم. انا سافرت دبي عشان كده اصلا، لا
لقيت مصر بالنسبه لي سهله جدا، الحياه بقت سهله، مش عارف اتطور، كل حاجه بقت سهله، بقيت بالتبعيه كسلان، فرميت نفسي في بيئه صعبه، ابتديت من الزيرو تاني عشان اعلى وابقى شارب اكتر. وانت شفت النتيجه، كل حاجه كبرت بالتبعيه، فلوسي ونجاحي وشهرتي وكده. دايما درب نفسك تحط نفسك في مواقف صعبه، لما تلاقي حياتك بقت سهله، شغلك بقى روتيني زياده، يومك بقى روتيني زياده، علي الموضوع على نفسك، صعبه على نفسك. نفس الكلام في الدش، لا ما تاخدش الدش السخن ده مريح، خد الدش الساقع ده صعب. محدش حابب بارادته يقعد مع ناس مش فاهم لغتهم ويبقى شكله عبيط في النص. ارمي نفسك في الكلام ده، هتتعلم لغتهم وهتتطور وتبقى احسن وثقتك هتعلى. وده بالظبط اللي احنا بنعمله في التداول. من زمان الناس كلها كانت بتقول لك ده حاجه غريبه، ده نصب، ده عبط، ايه ده هنعمل فلوس اونلاين؟ دلوقتي بقى كله رايح له، عرفوا الناس بتجيب منه فلوس ازاي، فعايزين يتعلموه. خليك سابق، ادخل سجل على منصه اكس دوش باللينك تحت في الصفحه او كومنت برده، وتداول بايدك معانا اول باول كل اسبوع، ما تتفرجش بس عشان تتعلم صح. تعالوا بقى نعمل 5 عمليات تداول بتوعنا بتوع النهارده، كفايه رغي، عايزين نعمل شويه فلوس. We'll be right back.
وبس كده يا سيدي، زي ما انت شفت مش مهم انك تخسر، المهم انك تكسب اكتر من اللي انت خسرته وتطلع باكتر من اللي دخلت بيه. ما تنساش تشجع منصه اكس اوبشن من اللينك تحت في الاول كومنت برده، وتداوي بايدك اول باول معانا كل اسبوع، ما تتفرجش بس عشان تتعلم صح. ولو عندك اي اسئله سيبها لي تحت في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه.